وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من مدينة العريش مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرز. كريم، دعني في الصورة وحركة دخول المساعدات إلى معبر رفح البري. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. ربما خلال الأيام الماضية وخلال الأشهر الماضية تابعنا سويا دخول هذه المساعدات الإغاثية إلى معبر رفح، وخصوصا من داخل البوابة المصرية التي يعبر من خلالها مئات الشاحنات يوميا إلى الناحية الأخرى، ولكن دائما ما كانت قوات الاحتلال تعرقل دخول هذه الشاحنات من الناحية الأخرى من الجانب الفلسطيني. رصدنا في الأيام الماضية تصريحات مختلفة من عدة دول ومنظمات ما تقول أن يعني هناك معوقات من الجانب المصري، ولكن ما زلنا نؤكد على أن هذه الأمور ليست موجودة وأن الدخول مستمر ولا يتوقف على الإطلاق من دخول المساعدات، إما عن طريق مطار العريش الدولي الذي يزال يستقبل مئات الطائرات، وكما ذكرتم يعني ربما من 29 دولة مختلفة يستقبل مطار العريش الدولي والهلال الأحمر المصري هذه المساعدات الإغاثية بمختلف أنواعها، بالإضافة أيضا لهذه المساعدات الإغاثية التي تأتي عبر الطرق. مصر تحديدا تبرعت بأكثر من 70 إلى 75% تقريبا من هذه المساعدات جاءت عبر مصر فقط، وما زالت تتدفق وتصل إلى معبر رفح المصري. اليوم فقط دخل 80 شاحنة عبر بوابة معبر رفح المصرية وعبرت إلى الجانب الآخر، ولكن منعت قوات الاحتلال دخولها من معبر رفح الفلسطيني وذهبت تدخل عبر معبر كرم أبو سالم، والذي يأخذ وقت طويل جدا في التفتيش، وهو جزء أيضا من المعوقات التي يضعها قوات الاحتلال قبل دخول هذه المساعدات إلى الجانب الآخر. وبالنسبة لمطار العريش، حيث كنا اليوم رصدنا استقبال طائرة من عمان، هذه الطائرة محملة بأكثر من 20 طنا من المساعدات استقبلها مطار العريش الدولي وتحرك بهذه المساعدات الهلال الأحمر المصري، وضعها في أماكن تخزين وتحركت على الشاحنات الكبيرة، الشاحنات الإغاثية لتنقل هذه المساعدات، ولكن العديد من هذه الشاحنات ما زالت مصطفة أيضا إما أمام المخازن الخاصة بالهلال الأحمر المصري أو أمام بوابة معبر رفح المصرية وتدخل يوميا باستمرار. بالإضافة لذلك أيضا استقبال الجرحى والمصابين، ربما حتى يعني صباح اليوم وقد يكون الأعداد الآن في ازدياد، استقبلنا أكثر من 18 سيارة إسعاف محملة بها المصابين من الأشقاء في فلسطين، دخلوا 9 سيارات منهم إلى المستشفيات داخل العريش ورفح وبئر العبد، وتسع سيارات أخرى تخطوا إلى الناحية الأخرى الإسماعيلية والقاهرة. أيضا عدد المصابين ذهبوا ليتلقوا العلاج هناك، بالإضافة لمزدوجي الجنسية وأيضا يعني ممثلي السفارات المختلفة المتواجدين، أيضا ممثلي المنظمات المختلفة الذين تواجدوا إما في العريش أو حتى رفح لاستقبال مزدوجي الجنسية وتحريك مزدوجي الجنسية إما للفنادق هنا في العريش حتى يتحركوا بعد ذلك إلى بلادهم أو حتى ينتقلوا مرة واحدة مجرد خروجهم إلى من معبر رفح المصري إلى الأراضي المصرية، ثم ينتقلوا بشكل مباشر إلى بلادهم إما عن طريق طائرات الإجلاء الخاصة بهم أو حتى عن طريق النقل البري. نعم، أشكرك كريم على نقل الصورة في انتظام حركة دخول المساعدات من معبر رفح البري والجانب المصري. كريم بيبرز مراسل التلفزيون المصري من مدينة العريش، شكرا لك.